لما يسألك على إعراب جملة لازم تفتكر هذه القاعدة في الجمل وأشباه الجمل، بعد النكرات صفات، وبعد المعارف معارف أحوال أو أخبار، الحال قبل وفعل، ليه نسأله كيف، الحال قبل وفعل، ليه نسأله كيف، يعني جملة الحال لازم تكون قبلها فعل عشان نسأله كيف. طب نطبق بعض القاعدة دي. ثانوية عامة علمي 2021 بيقول إيه؟ ولم أرى كالسماحة من دليل يبين لك الرجولة والرجالة. بيقول لي عاوز إعراب جملة يبين لك، هنقول في الجمل وأشباه الجمل، بعد النكرات صفات، يبين دي قبلها إيه؟ كلمة دليل، دليل دي نكرة، معرفة ولا نكرة؟ نكرة. نكرة ليه؟ لا قبليها حرف جر ولا بعديها ألف ولام مضاف إليه، وهي مش علم، بدام التلاتة مش موجودين يبقى دي على طول نكرة. طب بدام نكرة يبقى يبين لك دي جملة في محل نعت، جملة في محل نعت، وعشان دليل مجرورة يبقى جملة في محل جر نعت. النعت لو مرفوع يبقى المنعوت بتاعه مرفوع، منصوب وتمام منصوب. تطبيق تاني في امتحان ثانوية عامة 2021 أدبي في نفس السنة، شباب لم تحطمه الليالي. لم تحطمه الليالي دي جملة خبر ولا نعت ولا لا محل لها ولا مضاف إليه؟ نرجع للقاعدة في الجمل وأشباه الجمل، بعد النكرات صفات. طب لم تحطمه دي قبلها نكرة؟ كانت شباب، شباب دي نكرة. طب نكرة ليه؟ لا قبلها أل ولا بعديها أل ولا في النص عل، يبقى دي نكرة. طب بدل نكرة يبقى لم تحطمه دي جملة نعت. طب ليه ما تبقاش خبر؟ لان الخبر لازم يكون قبليه معرفه. طب ليه ما تبقاش لا محل من الاعراب؟ لا محل من الاعراب تيجي في اول الجمله او ما يكون في حكم اول الجمله، زي بعد قال مثلا يبقى جمله. طب ليه ما تبقاش مضاف اليه؟ الجمله تبقى مضاف اليه ما يكون قبليها ظرف، يبقى هي مضاف اليه. جزاكم الله خيرا.